بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء طلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة معانا ريفيجن المنهج من مراجعة ماي نيو فريند. طبعا اجتماعات يعني ليلة الامتحان، ولكن دايما مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا كتاب ماي فريند بالنسبة لي ليلة الامتحان مقسمه إلى أجزاء. طبعا مراجعة وحدات المنهج، مفردات، مرادفات، وتمارين. مراجعة مفردات وتعبيرات على Great Expectations للقصة بتاعتنا. أسئلة قواعد، أهم أسئلة الامتحانات التجريبية. السؤال الثاني تلجم الاختيار من متعدد. السؤال الثالث والرابع قطعة فهم، يعني أجزاء الامتحان. والسؤال الخامس ترجمة، وفي النهاية جايب معانا سؤال المقال وأهم موضوعات ممكن إن شاء الله يتناولها الامتحان. تعالوا كده نتناول مع بعض الجزء الأول في revision. طبعا تناول معانا units 1 2 3 revision عليهم، وأهم الفوكاب بالنسبة لي 1 2 3. مراجعة سريعة على الفوكاب. طبعا ما ينفعش أدخل امتحان وأنا مش متمكن من كلمات المنهج وقواعد المنهج، فلا بد نعمل لها ريفيجن سريع عليها. بالنسبة للفوكاب، شيت يعني غشاش أو يغش، كفيرب ونون اسم وفعل. تابلويد صحيفة شعبية صغيرة، تابلويد. براد شيت صحيفة رسمية، براد شيت. انسيدنت يعني حدث في فيلم. كاجواليتي الشخص المصاب أو ضحية، كاجواليتي. بايس أو بايسز اللي هو تحيز أو متحيز. بلوك يحجب أو يسد. النوع طبعا هنا أناونس يعلن أو ديكلير. هنا عندنا غير دقيق إنكوريت يعني غير دقيق. فيرجن إديشن يعني نسخة أو إصدار. أوبجيكتيف يعني موضوعي. أوبجيكتيف سلانج لغة عامية. نوزي حشري أو فضولي. نوزي. باترن نموذج أو نمط. باترن. بوز يعني وقفة أو يتوقف. كورت ملعب أو فناء. ناتي يعني مشاكس أو مشاغب. لكتشرر محاضر. فارماسيست يعني صيدلي. فيزيست يعني فيزيائي. بودكاست منصة صوتية. برجدايس انحياز أو تحامل. ديفاي يتحدى. أزيوم يفترض. فورمولا معادلة أو صيغة. speculate about يتكهن حول. الزهايمرز مرض الزهايمر. approach طريقة أو منهاج. astronaut يعني عالم رائد فلك. astronomer عالم فلك. experience or experiment يجري تجربة. experiment records يعني سجلات. implement ينفذ أو يطبق. implement inconvenient يعني غير ملائم. inconvenient innovation طبعا اللي هو الابتكار أو الإبداع. innovation process عملية لا خطوات. طبعا هنا diabetes مرض السكري. عندنا citizen journalism صحافة المواطن. citizen journalism. omission يعني حذف أو استبعاد. omission. placement وضع أو توظيف. placement. point of view وجهة نظر. claim يزعم أو يدعي. claim. investigate يحقق أو يتحرى من. investigate. compensate ناخد بالنا منها. compensate بتساوي make up for يعني يعوض، يبقى compensate make up for. make up يعني يؤلف أو يبتكر أو يخترع. make up. make up of مكون من. make up of. type of ينسخ بشكل غير شرعي. type up يعني ينسخ بطريقة غير شرعية. intellectual يعني فكري. intellectual. really أو approximately تقريبا. suburb يعني ضاحية أو ضواحي. suburbs. rank يصنف أو يحتل تصنيف كناون اسم. role model مثل أعلى أو قدوة. contribution يعني إسهام أو مشاركة. contribution. stereotype يعني صورة نمطية اسمها stereotype.
tournament بطولة رياضية tournament paragraph أو bar chart رسم بياني بالأعمدة cheerful يعني بشوش أو مبتهج cheerful percentage يعني نسبة مئوية percentage significant يعني هام أو ذو مغزى remarkable يعني هام أو بارز remarkable mislead أو misled اللي هو الماضي منها يعني يضلل أو يخدع mislead unreasonable يعني غير منطقي unreasonable name after يسمى على اسم social norms أعراف اجتماعية اسمها social norms mass produced يعني منتج بكميات هائلة solar system النظام الشمسي spectacularly يعني بصورة مذهلة أو رائع يعني surround sound يعني الصوت المجسم surround sound operation أو surgery عملية جراحية treatment أو cure يعني علاج treatment cure drugs عقاقير أو مخدرات immerse يبهر أو ينغمس فيه اسمها immersive مبهر سواء spectacular يعني مبهر immerse أو spectacular burning questions أسئلة ملحة burning questions طبعا burning الوحيدة معناها يحرق ولكن burning questions على بعضها معناها أسئلة ملحة عندنا demand يعني يطالب أو طلب نفسه كناون اسم اللي هو الطلب demand piracy القرصنة piracy pirated يعني مقرصن ruin أو spoil يعني يفسد أو يدمر ruin شكد مصدوم شكد عندنا occur أو take place يعني يحدث occur أو take place spin يعني خلط أمور أو تبديل الحقائق اللي هو اللف والتدوير يعني بنسميه spin spin spun طبعا ده الباست من الماضي put a spin on يعني يبدل حقائق put a spin on ده expression على بعضه كده يبدل الحقائق put a spin on headlines يعني عناوين الصحف headlines highlight يعني يبرز أو الجزء الأبرز highlight matter يعني يهم أو يثير اهتمام balanced يعني متوازن balanced generate يعني يولد طاقة generate round يعني جولة round conclusion يعني خاتمة أو خلاصة conclusion cross يعني غاضب سواء angry specialize بجمع حرف الجر in specialize in يعني يتخصص في eye contact تواصل بصري eye contact grumpy يعني نكد أو متأفف يعني غاضب جدا يعني شديد الغضب majority يعني أغلبية majority minority يعني أقلية العكس منها minority miserable تعيس أو بائس miserable determined to مصمم على inspire يلهم sparked by نشأ من sparked by gender bias يعني تحيز حسب النوع gender bias tend to يميل إلى أو يفضل spacecraft يعني سفينة فضاء speaker سماعة surface يعني سطح surround يعني يحيط به surround universe اللي هو الكون universe sensor جهاز استشعار sensor beyond يعني وراء أو أبعد من surgeon يعني جراح أو طبيب جراح autonomously بشكل مستقل autonomously transform يعني يغير أو يعدل transform بالنسبة للexpressions wait with bated breath الاكسبريشن المهم عندنا من القصة wait with bated breath يعني ينتظر بفارغ الصبر puts in place يعني يقوم بالتنفيذ بتسوي practice put in place
do to be published متوقع أن يتم نشره do to be published do to be published متوقع أن يتم نشره to be honest أو come true طبعا to be honest يعني للأمانة to be honest come true يعني يتحقق artificial intelligence ذكاء اصطناعي artificial intelligence اتن minute break راحة لمدة 10 دقائق اتن minute break يعني راحة لمدة 10 دقائق raise a question يعني يثير سؤالا raise a question go through obstacles يمر بعقبات go through obstacles in 3D dimensional يعني الثلاثي الأبعد in 3D dimensional and on one hand يعني من ناحية on the other hand من ناحية أخرى on the other hand on one hand long awaited ending يعني نهاية منتظرة طويلا أو نهاية طال انتظارها long awaited ending record snowstorm عاصفة جليدية شديدة record snowstorm record snowstorm عاصفة جليدية شديدة violate copyright law violate يعني يخالف أو ينتهك حقوق النشر اسمها violate copyright law be held back by يتراجع بسبب be held back by هنا aeroscope engineering aerospace engineering يعني هندسة الطيران aerospace engineering do an operation يجري عملية جراحية have an operation تجرى له العملية الجراحية do ده اللي هو الطبيب لكن have ده اللي هو المريض confirm two stereotypes يمتثل للصور النمطية conform to stereotypes break down stereotypes يعني يحطم الصور النمطية يبقى conform يعني يمتثل للصور لكن break down يعني يحطم الصور النمطية on a big scale أو on a small scale يعني على نطاق واسع أو على نطاق ضيق لو قلنا on a big scale على نطاق واسع on a small scale على نطاق ضيق on balance يعني طبعا هنا إجمالي بتساوي on the whole يبقى on balance إجمالي بتساوي on the whole طبعا دي expression ناخد بالنا منه بالنسبة للنوتس عندنا في الفرق ما بين tabloid و broadsheet tabloid اللي هي الصحيفة الشعبية بتتميز بأنها small pages يعني صفحات صغيرة simple language لغة بسيطة عندنا large photos and large photos يعني صور كبيرة and headlines وطبعا عناوين funny rhymes and jokes funny rhymes يعني طبعا هنا نكت أو قافية and jokes يعني اللي بنسميها نكت يبقى مرة تانية tabloid صحيفة الشعبية بتتميز بأنها small pages simple language large photos والكبيرة and headlines funny rhymes and jokes أما بالنسبة للبروتشيت broadsheet اللي هي الصحيفة الرسمية large pages صفحات كبيرة formal language لغة رسمية factual articles مقالات واقعية longer sentences جمل أو عبارات طويلة عندنا bias by omission اللي هو التحيز بالحذف omission حذف يبقى leaving out a fact leaving out a fact which doesn't support your point of view لا تدعم في وجهة نظرك bias by placement لو التحيز بتبديل المواقع position of the article on the page to look important position يعني وضع المقال كده في الصفحة to look important ليبدو هام bias by spin تحيز بتبديل الحقائق no not presenting a balanced point of view not presenting يعني بيقدمش وجهة نظر ايه متوازنة بالنسبة عندنا لل
تعبيرات كده عندنا I recommend، عارفين فعل recommend زي suggest، لو جه معاه that بعد كده جملة فعل ومصدر الفعل، يبقى عندنا هنا that he ask، مينفعش نقول he asks، لا ده تعبير ثابت، يبقى الفعل recommend أو suggest that وفعل ومصدر الفعل. طبعا هنا الفعل suggest. عندنا it's important our production increase، طبعا هنا زيها it's adjective to infinitive. be proud of، بيجي وراها الverb plus ing أو noun، be proud of، وعندنا proud to بيجي مع مصدر الفعل، يبقى proud of الverb فيها ing بعدها أو النون الاسم. I'm proud to be a teacher، to be مصدر الفعل أو of being a teacher. عندنا have pride in، have pride in the noun اللي هو الفعل منها يفخر بي، اسمها have pride in. win or get receive معناه يتسلم جائزة، be awarded يعني يتم منحه جائزة. graduate أو qualify as يعني يتأهل وبيجي بعدها الوظيفة as وظيفة، لكن graduate with والشهادة with يعني الشهادة اللي أنا حصلت عليها. a graduate of، ده خريج، ده بي طبعا دي ناون اسم، he is a graduate of Cairo University يعني خريج جامعة القاهرة. graduate in المجال اللي أنا تخصصت فيه، graduate in اللي هو in medicine الطب for example، engineering الهندسة. عندنا هنا expert at الverb plus ing، expert خبير فيه، expert at بيجي بعد منها الverb plus ing، لكن expert on أو in بيجي بعد منها اسم يعني خبير في المجال أو التخصص، يبقى في عندنا expert at و on و in، ولكن at بيجي بعد منها الverb plus ing خبير في. أما expert on أو in والاسم he is expert on example on medicine في الطب. عندنا was or were published يعني يتم نشره، طبعا كفعل مبني المجهول بيساوي came out يعني تم نشره. cure of يعني يعالج، a cure of علاج، for a cure for للعلاج. عندنا history طبعا history اللي هو التاريخ، في عندنا historic يعني تاريخ متعلق بالتاريخ، في عندنا result in أو result from، result in يتسبب في، result in، result from ينتج عن، result in، result in يتسبب في، result from ينتج عن. في عندنا historical ده اللي هو historical، طبعا historic ده جزء من التاريخ، لكن historical متعلق بالتاريخ طبعا يعني ما كانش موجود، يعني ممكن نقول historic book كتاب تاريخ يعني، لكن historic building مبنى تاريخي، لكن historical film يعني فيلم تاريخي يعني بإيه يعني متعلق بتاريخ أو بحكي لنا قصة تاريخية. result in يعني يتسبب في، وعندنا result from ينتج عن. أما reflect أو reflect on يعني يعكس أو يبين أو يمعن التفكير. good at جيد في أو good for مفيد. on of his own ملكه، of his own دي بتدل على الملكية، on his own معناه alone يعني بمفرده. similar بيجي مع حرف الجر to، similar to، لكن the same as. raise طبعا raise يرفع أو يجمع أو يربي. rise rose risen يرتفع أو ينهض أو تشرق. طبعا لا يتبع بمفعول. عندنا rise طبعا ده اللي هو rose arise تنشأ من، arose arisen طبعا أيضا لا تتبع بمفعول. أما arose يعني يسير طبعا ده فعل منتصب وبيتبع بمفعول. another يعني آخر، another
بيجي وراها اسم مفرد other اسم جمع بتساوي others لا تتبع باسم يبقى other بيجي وراها اسم أما others لا تتبع باسم. in addition بتساوي further more أو moreover بالإضافة إلى. in addition to بيجي وراها الverb ing أو noun بتساوي as وال as. however بيجي بعد منها ظرف أو صفة وفعل وفعل ده لو جت في بداية الجملة الصفة أو الظرف وبعدين الفاعل ثم الفعل. however for example strong he is however strong he is however fast he runs طبعا هنا فعل وبعدين الفعل لكن بتسويها whatever بيجي بعد منها الاسم whatever string he is also وeven though وdespite the fact that طبعا بيجي بعد منهم جملة بيدونا في بيعبر عن التناقض. أما despite when spite of بيجي وراها الverb plus ing أو noun ناخد بالنا إن despite the fact that هيكون بعدها جملة زيها زي also أو though. عندنا instead بيجي بعد منها جملة بدلا من ذلك instead the fact that لكن instead of أو بيجي وراها الverb plus ing أو noun. عندنا as بتتبع بوظيفة أو جملة كاملة لكن like للتشبيه بيجي بعد منها اسم أو صفة like his father and so on. way أو method يعني طريقة لي way أو method to way أو method of الverb plus ing other than على أو غير rather than بدلا من a life of تشير إلى نوع الحياة a life of someone alive يعني نوع الحياة لكن the life of the person يعني حياة شخص. thank you for شكرا على thank you to معنى بفضل كذا بتعبر عن السبب. every day في مسافة هنا بينهم every day طبعا ده ظرف بمعنى كل يوم وطبعا لازم تتبع باسم every day routine every day work عمل يومي أو كل يوم لكن every day لا تتبع باسم معنى ودي صفة بمعنى يومي. run out يعني ينفذ أو ينتهي run out of ينفذ ما لديه أو يستهلك. steal from يعني يسرق من شخص أو يسرق من الشيء نفسه بعد steal بيجي بعد منها الشيء from الشخص أو المكان لكن rob الشخص أو المكان وبعد of الشيء اللي انسرق. sensible يعني واعي أو عاقل أو حكيم sensitive يعني حساس أو مرهف الحس أو ضعيف sensitive. بالنسبة لأهم الأسئلة على جزء الفوكاب SBS newspaper is a formal one with large pages طبعا هنا large pages صفحات كبيرة يبقى broadsheet وعين مغمضة لأنه قلنا tabloid small pages وطبعا كمان formal رسمي SBS newspaper newspapers are printed with large photos and headlines طبعا هنا with large photos بصور كبيرة and headlines طبعا اللي هي مين tabloid اللي هي الصحيفة الشعبية طبعا with large photos صور كبيرة. the journalist left out some important facts ترك حقائق هامة this طبعا هنا قلنا buys by طبعا omission يعني حذف. The reporter used some phrases to support his own idea. This is wise by. طبعا هنا the reporter used some phrases to support لدعم يبقى هنا spin اللي هو قلنا تحيز أو تدوير الحقائق. He was pleased by his piece. He put the story at the page. طبعا هنا put at the top يبقى هنا placement اللي هو المكان. I recommend she طبعا هي she والفعل مصدر she read top students are space prizes for their excellence طبعا هنا are won prizes ولا awarded طبعا الجائزة اسمها award يبقى awarded prizes. My sister is a graduate طبعا هنا a graduate of ليه لأن هنا ناون
I graduate of لكن from he graduated from لكن I graduate of the story describes some important space events طبعا هنا historical events طبعا جمع يبقى historical أحداث تاريخية. It's recommended to space children to learn more than one language. This is very helpful. طبعا to raise يعني يربي أو ينشئ to raise children. طبعا هنا the spread of the virus يعني انتشار الفيروس. The spread of the virus space people's fear طبعا هنا أثار خوف الناس يبقى aroused. Aroused يعني يثير. During vacation أثناء العطلة he had time to space his success and failure طبعا هنا to reflect on يعني يتأمل أو يعكس اسمها reflect on. Her first book was space 2 years طبعا هنا was published قلنا ينشر was aware لكن came out بدون verb to be معها. Is based all our efforts to save the school. The authority decided to close it. طبعا هنا all our efforts to save the school. Despite هنا بالرغم من لأنها بتعبر عن التنقل بالرغم كل المحاولات لتأمين أو لحفظ أو تأمين المدرسة. Is based carefully is he sometimes makes mistake طبعا هنا however careful he is ليه قلنا however بتعبر عن التناقض وبتتبع بالصفة أو الظرف وجملة. نجيب محفوظ's books established him طبعا هنا as وظيفة يبقى as a great. The problem was psychological is based than physiological طبعا هنا the problem was psychological better يعني أفضل من ولا rather than طبعا هنا rather اسمها rather than يعني أفضل من. I have just finished reading wonderful book about the life of Salah طبعا هنا the life حياة شخص اسمها the. Thanks to modern technology thanks to يعني بفضل. Reading is part of my routine every day في مسافة ما بينهم every day لأن هنا ظرف زمني. The world is expected to run space petrol in the near future to run out of petrol. Run out of يعني يستنفذ البترول. At the supermarket yesterday, I was a space of my wallet. I was, طبعا هنا, stolen of my wallet. I was stolen, ولا I was robbed of, طبعا هنا robbed, يعني انسطع علي, فطبعا هنا robbed of my. The idea they suggested was a space, I admired it. طبعا الفكرة كانت عاقلة أو حكيمة يبقى هنا sensible ولا sensitive طبعا هنا sensible يعني عاقل أو حكيم sensible يعني عاقلة أو حكيمة. هنا growing trees is good for طبعا جيد لي أو مفيد for the environment. The company provides cheap internet access. It makes طبعا هنا في إضافة جملة يبقى in addition أو further more الاثنين صح يبقى بي و سي لكن عارفين ان in addition to يجي معاها الverb plus ing أو النون. The factory is in the space of moving to new offices. The factory is in the profession طبعا هنا ولا process طبعا هنا process of moving يعني في عملية النقل اسمها process of. Which of the following طبعا means in general في العموم on balance which means in general on balance on the whole طبعا اسمها on the whole معناها في المجمل on the whole.
Students have been very responsible, especially when choosing courses to provide abroad education. طبعا students الطلبة students was responsible يكونوا مسؤولين. Have been very يعني responsible مسؤول. On parents يعني من ناحية أخرى كده when أو في المجمل when choosing أو إجمالي when choosing choosing courses to provide. The party was on space 500 people were invited. طبعا هنا on a big scale on a large scale يعني على نطاق واسع on a large scale لأن طبعا هنا 5000 شخص حضروا. I'd like to eat out أحب أكل بالخارج but on space I should be trying to save money but on the other hand يعني من ناحية أخرى اسمها on the other hand طبعا هنا بيعرض الجانب السلبي. My grandmother is going into hospital next week to space an طبعا to have an operation to have an operation يجرى لها عملية فطبعا هنا have an operation يعني يجرى لها عملية لكن do أو carry طبعا أو perform اللي هو الطبيب نفسه. Space intelligence which depends on machinery can save teachers طبعا هنا teachers time يبقى هنا artificial intelligence اللي هو الذكاء الاصطناعي اسمه artificial intelligence. If I have to stay late work tonight it won't space because we can go out another طبعا هنا it won't matter يعني لا يعني it won't matter. Smoking results heart disease طبعا هنا بتسبب أمراض القلب يبقى result in بتسبب أو بتؤدي إلى اسمها result in بتسوي leads to. He refused my offer هو رفض عرضي space without saying any more word طبعا هنا he refused my offer طبعا عايزين هنا adverb بظرف يبقى هنا crossly يعني بغضب. The beach has been space since they opened the hotel there. It has become busy. طبعا هنا the beach has been اتنقل أو الشاطئ transformed يعني تحول since they opened طبعا transformed يعني تحول إلى. This piece of the cassette has broken down. It doesn't give any sound. طبعا هنا the speaker اللي هو الصوت. The manager has decided to space some reforms to the current plan. طبعا هنا to implement يعني يطبق. The director tried several different camera. طبعا هنا camera placement for the scene للحدث. طبعا أو المشهد يبقى هنا placement ولا in present طبعا هنا placement يعني أماكن. Don't believe him I am sure he has put space on the story طبعا هنا has put spin يعني تغيير الحقائق in the story. Alice addiction Alice addiction يعني إدمان has turned him into a liar لكاذب and a طبعا هنا cheat يعني غشاش. We waited for the announcement of the winner with bated breath اسمها bated breath يعني بفارغ الصبر ولكن هي bated عارفين ان بي تي فقط P-A-T bated breath. The new procedures الإجراءات الجديدة will be put space next month they will be carried out طبعا هنا will be or will put it
the new procedures يعني الإجراءات القليلة will be put on place ولا اسمها on place ولا in place. طبعا اسمها in place يعني في حيز التنفيذ. next month people love their children too much to give space opinion about their behavior. طبعا هنا people love their children too much to give objective يعني موضوعي objective opinion يعني رأي موضوعي. the long waited version طبعا اسمها the long waited the long waited ولا awaited version طبعا اسمها the long awaited version يعني النسخة اللي طال انتظارها the long awaited version. she has been absent from work due to her illness بسبب مرضها. due to her means طبعا owing to معناها بسبب ايضا owing to يعني بسبب مرض owing to اسمها owing to مش owing of يبقى بتساوي because of يبقى due to معناها بسبب بتساوي because of بيجي وراء الverb plus ing او noun لكن لو قلنا owing نقول owing to. all she speaks is a suitable salary to live on. all she demands كل اللي هي عايزاه طبعا هنا demands يعني طلبها. space is the act of illegally copying someone's project طبعا هنا piracy اللي هي القرصنة. bombing raids الغازات الغارات الجوية on mountain villages produce few space but much damage few casualties يعني ضحايا casualties لكن طبعا causalities طبعا هي اسمها casualties casualties اللي هي الضحايا. our company now space cars to meet a wider market our company الشركة now mass produced طبعا هنا بإنتاجها اللي اسمها mass produced. our research hasn't produced any answers to this problem we need to adopt an different طبعا approach يعني نهج جديد اسمه approach. the space are doing an important space mission next month طبعا هنا space mission يعني بعثات للفضاء يبقى اللي هو مين astronauts اللي هم رواد الفضاء astronauts. this space studies stars and planets using طبعا اللي بيدرسوا النجوم والكواكب astronomers اللي هم رواد الفلك. house price طبعا لكن astrologers دي اللي هو منجم. house prices have risen space so people are always complaining about them طبعا هنا بطريقة هائلة اسمها spectacularly يعني بطريقة هائلة spectacularly بطريقة هائلة أو بطريقة فظيعة. there are 9 planets in the solar اسمه solar system النظام الشمسي. space on mice can give us an idea of the effect of the disease in humans طبعا experimenting اللي هو إجراء التجارب experimenting. it was wrong of you to call her at such space time at such inconvenient يعني وقت غير ملائم اسمه inconvenient يعني غير ملائم. the company has successfully spaced new products and services طبعا the company has successfully innovated يعني ابتكرت او اخترعت innovated. our new house is spaced by a large garden طبعا هنا are surrounded يعني محاط بحديقة كبيرة. the doctor said that these bells are the best space for helix طبعا هنا treatment يعني علاج treatment يعني علاج ل الهلك الصداع. she is so busy she is spaced in her studies she is immersed يعني انغمسة في
مذاكرة immersed. ومعنا باقي الأسئلة طبعا هنتصفحها كده، ياريت نحاول نأجبها، وإن شاء الله نضع رابط المذكرة أسفل الفيديو للي حب ينزل المذكرة بالكامل، أو يدخل على موقع على الفيسبوك صفحة سر التفوق والنجاح، وإن شاء الله يجدها على صفحتنا على الفيس. طبعا لو بحثنا أو أجبنا الأسئلة هنجد الإجابات موجودة في نهاية المذكرة، يعني ممكن نراجع ونحل ونعمل تشيك كده للأنسرز الإجابات في نهاية المذكرة. تمنياتي للجميع بالتفوق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.